شنو كتقول فهاد الشيء؟ لا ولدي، هو السي عزيز ما زادش، المخزن ما زادش، الوضعيه عالميه، ازمه عالميه، الناس دول عظمى وكتصنع وحلات. ليش اسيدي؟ لا على الحكومه ولا على البرلمان ولا على اللي غادي يهضر عليا، ما راديش بيه. حيد باش نخرج من هاد البلاد الكحله، ماشي بلاد السعيده، بلاد كحله. واد مواطن شكون غادي مسكين؟ مفرعين عليه الحكومه والبرلمان بالسكر والزيت والدقيق وهاديك. دخلنا عليك والله، قول لي شو بقى؟ دي ولاد الدار البيضاء والكاسين في البرلمان كيغوتوا ما تيديروا والو. متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم. السؤال ديال اليوم اللي غنسولوه الناس في الشوارع البيضاء، واش نتوما كمغاربه راضيين على الحكومه الجديده وعلى راسها السيد عزيز اخنوش؟ بقوا معنا باش نعرفوا الجواب. انت كمواطن مغربي واش راضي على الحكومه الجديده وعلى راسها عزيز اخنوش؟ ما راضيش اسيدي، لا على الحكومه ولا على البرلمان ولا على اللي غادي يهضر عليا، ما راضيش به، حيت ما مطبقش الواجب اللي كيف خاصو يطبقوه المسلمين. لا برلمان لا حكومه لا والو، كلشي ما كيناش جرع بط على امه، والله القاسم اقسم لك بالله. في نظرك علاش؟ انا وجميع المجالات، قول لي انت شي مجال انا نجاوبك، واخا ما مثقفش مستوى عالي في جميع المجالات، عطيني شي مستوى ونجاوبك في اي مجال. هنا في هذه البلاد راه ما كاين حتى مجال. الا نكذب عليك الله يرزقني المصيبه اللي وليت باغي نبيع المحل ديالي ونحرق انا وولادي في مجال نحيد باش نخرج من هذه البلاد الكحله، ماشي بلاد السعيده، بلاد كحله. مجال الطب واش انت راضي عليه؟ اي مجال الطب والله كون حطوا لي الطب والله تنقطع بهم راسهم كلهم. ما الشفار على خو الثقافه، شتي كاع اللي عامل راسه بالثقافه راه عارفوا الشفار كبير. عندك معاهم شي موقف؟ عندي جميع المواقف ومتخلف شويه، واش فهمتيني؟ شي رساله اخيره تقدر تقول؟ الرساله الاخيره اللي انا بغيت لهذ البلاد، الانسان اللي صالح هو اللي غادي يشوف فيه الله سبحانه وتعالى بالجنه، اما الانسان اللي فاز انا بغيت القبر ديالو يدق عليه حتى تختلف الاضلاع ديالهم بحال ما تبارك الله، وبقى هكا كما حتى الغدا يوم القيامه، عاد باش نتبعتو معاه. شكرا. من هذوك اللي كيشدوا الرشوه جماعات، كلشي شفار. الا نكذب عليك العمق، هاد البلاد حقدنا اقسم لك بالله الا حقدت. الا نكذب عليك الله رزقني المصيبه اللي جاي، وكنفكر كيف غادي ندير حتى نبيع المحل ديالي، نحاول نهاجر انا وولادي لاوروبا، ما بقاش عايش في هذا المازق ديال هذه. ماشي بلد اسلامي، اللي كيقول لك بلد اسلامي راه هو ماشي مسلم. تا اسلامي بزاف على تا اسلامي، حنا ماشي بلد اسلامي، بلد تا فرعونيت. جماعه كتفرعن، المقاطعة كتفرعن، الكوميسيرية كتفرعن، البزناز كيفرعن، وهاد المواطن شكون غادي مسكين؟ مفرعين عليه الحكومة والبرلمان بالسكر والزيت والدقيق وهاديك. دخلنا عليك والله، قول لي شو بقى؟ وراه الموت. شتي والله كون كانوا بحالي أنايا واحد 1600 غير 1600 واحد. إلا ما نباطيو هاد البلاد رانا مسخوط، الوالدين ماشي عطيونا الترقيع. الله يحفظك. والله حتى باغي نموت معاهم أخويا، حيت ما كاينش شي واحد صالح. كاع هذوك المثقفين كيشدوا ستيلو اولهم هما الشفاره. سمعتي؟ والله كون غير يحكمونا الفقهاء اللي كيشدوا التسبيح، والله تلقى معاهم البركه. هما الثقافه والشفره. من بعد ما ولى رئيس الحكومه عزيز اخنوش، انتم كمواطنين واش راضيين على الاداء ديالو؟ احنا راضيين عليه وما غيرهم، حنا راضيين على المخزن كله، على سيدنا وعلى الناس، حيت سيدنا ما كيدير الا واحد اللي كيصلح، ما غاديش ياخذ واحد ما يصلحش ويديرو في شي بلاصه، لان كل الراجل كيناس في شي بلاصه كيديرو الناس المسؤولين. عين الناس الله يهديها باش تنقص من هاو هاو، لان بوكو دو تشاو تشاو اللي قالوا النصارى حنا كنهضروا بزاف. ما السيد قبل خدمته واللي حاطينه تما راه عارفين واش حاطين، ورجل طيب ونشهدوا عليه، حنا كنعرفوا ونعرفوا عائلته ونعرفوا حتى الناس اللي دازوا من قبل منه راه خدامين. راه البلاد هذه يا ولدي راه ماشي، حنا راه خصنا نعاونوا روسنا. ماشي المغاربه كيقول لك زاد في الاثمان وبزاف ديال الوعود ما عطاش وكذا، انت شنو كتقول فهاد الشيء؟ لا ولدي، هو السي عزيز ما زادش، المخزن ما زادش، الوضعيه عالميه، ازمه عالميه، الناس دول عظمى وكتصنع وحلات، وحنا الحمد لله باقي عندنا ندى وفوق من ندى، باقي عندنا السائل دايز. نقول لك بنادم يشوف العالم، راه الاعلام دابا داير اللي بغاه، كاين الاعلام وكاين التلفازات، الناس يشوف الدول العظمى حارت في الخبز، حارت في الدواء، حارت في الاشياء اخرى، والزيت قبل منا في الدوال وشي حويجات، والحمد لله حنا باقي كراس راديو والمخزن وسيدنا والرجال اللي كيديروا الصمته، حيت الناس اللي خدامين مزيرين وكيزيدوا في التقابيض الصمته.
وخدامين. انا نقول لك صراحه بكل وضوح، احب من احب وكره من كره. يعني اللي نفهموا منك انت راضي على الحكومه؟ لا انا راضي بالوضعيه، انا مغربي خصني نموت على بلادي ونموت على الملك والمخزن، حيت الا ما كانش المخزن ما نوقفش انا هنا في صحه ماريشال، ما غاش ندوز نخرج من داري وتفطح وفي الليل وفي النهار وما كاينش اللي يقول لي اش كدير. انا نقول لك بكل وضوح، انا كون عندي كما قلت لك احب من احب وكره من كره، راه كاين دول عظمى ما تخرجش. امريكان براسها اللي كتداعب القانون، ما القانون وحقوق الانسان، ما عندها حتى حقوق. حنا الحمد لله عندنا حقوق، ديها في راسك وديها في مستقيم ديالك، سير الخدمه ديالك، سير لداركم، كن زوين، حيد الاشياء الخايبه اللي كتضر صحتك وتضر الوضعيه، وانت بخير وعلى خير. تبارك الله. الله يحفظك اولدي. انت كمواطن مغربي واش راضي على الحكومه المغربيه الجديده واللي كيتراسها عزيز اخ منصور؟ السلام عليكم عبد العزيز بامفاعج مع وجهه الدار البيضاء ستار. يعني احنا انا بعدا بخصوص ما راضيش عليها، لان لو كان هاد المستشارين اللي فيها واش شي بيضاويين قحوا عندهم غير على مدينه الدار البيضاء يتجندوا. شحال مره كيسمعونا كنغوتوا في الاذاعات وكنغوتوا في الانترفيوات، بغينا الدار البيضاء تكون حله جديده ومصبوغه من بعد الوباء، نشوفوها تستقبل الزوار في حله جديده، كون تجندوا معانا. حنا ما بانش لنا المدن الاخرين كاع خدامين. انا نعطيك مدينه الشمال، سير شوفها كي دايره. تطوان سير تطوان يضرك راسك، هو دا سيدي دابا من هنا لمراكش، شنو المراكشيين اش دايرين على مراكش؟ شنو الرباطيين اش دايرين على الرباط؟ الا الدار البيضاء. مازال من هذا المنبر كنشكر عمده مدينه الدار البيضاء، تنقول لها الله يجازيك بخير، دارت واحد الندوه وقالتها قالت لك تعاونوا معنا الحفار يدوب عليهم وهادشي، حنا كندوب على هادشي، ولكن هادوك اللي ديالنا اللي ولاد الدار البيضاء وكاسين في البرنامج كيغوتوا ما تيديروا والو. حنا ما عندناش مع لغه الخشب، الحقيقه هي اللي كنهضروا عليها. يعني الحكومه بشكل عام المواطن غير راضي عليها؟ لا ما راضينش عليها، بغينا الا كنا غنرضاو عليها يجيو يصبغوا الدار البيضاء ويقادوها، نرضاو عليهم ماشي 10% 100%، لان غنوليو نفتخروا بالمدينه ديالنا. دابا تصور كتمشي شي مدينه كتلقاها كديرها كتجي لهنا، دخل معايا البرنس وشوفوا كيفاش داير. اسمح لي، واش دابا انت في نظرك ان الدار البيضاء كتعاني فقط غير من الصباغه خاصها تعاود؟ الدار البيضاء كتعاني بزاف د الحوايج، حنا هضرنا لك على ابسط حاجه هي الصباغه. اما لا هضرنا على ديك الشرطه الاداريه اللي داروا تخرج خدم، يشوفوا الحوانت زياده ويشوفوا شحال الحوايج عندنا في مخنا، ولكن كيضرونا ما بقيناش بغينا نهضروا وما بقيناش بغينا نقولوا التفاعلين جمعويين، غنخليو لهم هادشي نقول لهم الله يخلف، ما بقيناش بغينا نمشيو نريحوا. واخا رساله اخيره تقدر تقولها لرئيس الحكومه ولا الحكومه بشكل عام؟ اللي كنطلب من السي اخ النوش يعطي التعليمات ديالو كوزير اول لجميع السلطات ديال جهه الدار البيضاء اللي في الجماعات الحضاريه، باش الدار البيضاء تكون في حله جديده وتستقبل الزوار ديالها في حله جديده وتكون نقيه، لان حنا كنكرضوش ملي كنمشيو شي بلاصه يقولنا الدار البيضاء موسخه. حنا هاد الميساج صيفطناه لهم، وخاصه هي اسم الدار البيضاء، وراه الدار البيضاء خاصها تكون بيضاء، راه الا ما نبقاوش نضربوا الشمس بغربال، هادشي كيضرنا في خاطرنا وما بقيناش بغينا نهضروا عليه. احنا ربحنا من الدار البيضاء الطونسيون والسكر، ما بقيناش بغينا كاع نهضروا في هادشي، وبغينا نشوفوا الدار البيضاء في حله جديده من بعد الوباء، وحلوا المرافق الصحيه اللي كاينين هنا باش الناس تكون مرتاحه ويعرفوا اللي عليهم وما عليهم. وشكرا لكم على الاستضافه، وشكرا للسي اخ النوش اللي عطيتي التحليمات. كانت هذه هي اجوبه المواطنين، وانتم واش راضيين على الحكومه المغربيه؟ وكيف ما قلنا على راسها رئيس الحكومه عزيز اخ النوش. ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في التعاليق. الى اللقاء. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.